دونك السلام ومرحبا في الاكزرسيس نتاع اليوم. جوست ملاحظة صغيرة على الاكزرسيس اللي فات. دونك باش نشوف الاكزرسيس اللي خدمناه المرة اللي فاتت. دونك اللي هو الاكزرسيس 21. اوكي بيه. جوست انا وقت اللي قاعد نخدم لهنا في الكات اخترت الفاس اللي غلطة. دونك اخترت لهنا اخترت الفاس هذه البرانية. جوست انتوما تمشيو للسكيتش وتعمل ايديت سكتش وتختار الفرونت بلين و سي بون. تلقى البروبريتي دو ماس الجديدة متاعنا اللي هي 61.37 جرام. جوست حبيت نصلح لكم خاطر كان تجي تعمل ميزون بلان باش تلقى الديستونس ما بيناتهم ماهيش 20. ما باش تلقى هذه من هنا لهنا ماهيش 20 باش تلقى 19.1. دونك جوست هذيك باش تصلح سينو نتعداو توا للاكزرسيس متاعنا الجديد. دونك باش ناخو بارت جديدة بي لهنا باش نختار البلان اللي باش نرسم عليه اللي هو الرايت بلان. في الرايت بلان دونك باش نجي نرسم دو ليني دو كونستركسيون، ليني الاولى واللينيا الثانيه. دونك سي بون سي بون. بي الديستونس تاع ليني هذيا دونك باش نحط 110 والديستونس تاع ليني هذيا باش نحط 85. سي بون. بي باش نجي لهنا باش نرسم دي سيركل. دونك سيركل الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسة. بي كيما العادة تلقاو لي نونسي ديكزيرسيس سور لو جروب تونيزيا سوليد وورك يوزر جروب. اوكي وهذه هي الدياميتر نتاعها 32. اوكي هذه هي الدياميتر نتاعها 50 وهذه هي الدياميتر نتاعها 25 هذه هي الدياميتر نتاعها 36 والدخلانية الدياميتر نتاعها 15. اوكي سي بون توتالمون كونترانت. بي توا باش نجي نرسم الليني نتاعي اللي تربط ما بين السيركل هذي والسيركل هذي واللي تربط ما بين السيركل هذي والسيركل هذي. واضح. بعديك باش نرسم الليني اللي تربط ما بين السيركل هذي والسيركل هذي والليني باش تربط ما بين السيركل والليني. باهي اوكي. دونك هذه دونك تانجونت هذه نورمالمون خليها تانجونت وهذه حاجتي بها زادا تانجونت. واضح. دونك حاجتي بها تانجونت. باهي باش نجي نقسم لي ليني نتاعي. دونك باش نقسم لي ليني نتاعي هذه بليني فيرتيكال وباش نقسم لي ليني هذه بليني فيرتيكال زاد. باهي لهنا باش نحط هذه التانجونت على هذه. دونك حاولوا فيريفيو انهم كلهم باش يكونوا تانجونت صوف هذه برك ماهيش تانجونت. تانجونت جوست على الجهه اللوطانيه كهو. وباش نجي نقول راهي ديستونس ما بين اللينيه هذه وهذه راهي 6 راهي 30. اوكي سي بون. دونك هذيك سافا. بهذي باش نقولوا جوست راهي فيرتي اوريزونتال. اوكي دونك توتالمون كونترانت توتالمون كونترانت. وباش نجي نقول له راهي الديستانس ما بين هذه وننزل شيفت وننزل على الشيفت باش نختار البوان هذيك. واضح. البوان هذيك باش نقولوا راهي الديستانس هذيك ايغال 12. دونك نلاحظوا انه دينيتي كلها توتالمون كونترانت. باهي تو باش نبدا بشوي بشوي نعمل البوساج نتاعي باش نحاول نخدم على البوساج ونختار البلان ميليو. دونك نختار دونك الفاس هذه الاولى باش نقولو 18 نبدا بها هي 18 الاولى. اوكي دونك 18 نتاعي سي بون سي. واضح. من بعد نجي نرجع للسكيس نتاعي ونعمل البوساج نتاعي. بيه البوساج نختار البارتي هذه كالعادة باش نختار البلان ميليو في بلاست 18 نزيدها 18 بلس 30. دونك 18 بلس 30. واضح سي بون. بالنسبة للهذيكا دونك بوساج توا مرة أخرى بوساج مرة أخرى للبارتي هذيا كالعادة البلان ميليو المرة هذي ماهيش 18 بلس 14. سي بون مريكلين. اوكي
دونك نمشي البوساج للبارتي اللوطانية، دونك بوساج الكلاود للبارتي اللوطانية هذي، دونك نبداو بهذي. دونك باش نجيو لهنا كالعادة بلون ميليو، المرة هذي 34 بلوس 36، اوكي البلون ميليو اوكي سي بون. باش نختار نفس البلون توا بوساج، باهي البوساج متاعي دونك كالعادة البلون ميليو. باهي دونك شو عندي؟ عندي 18 بلوس 22 بلوس 22، اوكي باش نختار البارتي هذي. سي بون سي بون باهي، كيف كيف باش نختار هذيك باش نمشي البوساج. باهي البوساج المرة هذي باش نختار هذي، دونك هذيك باش نعمل البوساج نتاعها 18، باش نختار كالعادة لو بلون ميليو. والله اوكي سي بون، بدات تتكون الفورمة نتاعي. اخر حاجة بوساج، دونك بوساج باش نختار هذيا. اما المرة هذي باش نعمل بوساج في الجهة هذيك، دونك عندي 9، دونك باش نبدا باش ما نقعدش انا نحسب. دونك عندي 9 بلوس 14 في جهة واحدة، وباش نختار الديريكسيون الثانية عندي فيها دونك عندي فيها 46 موان 18، واضح. دونك هو يحسب على روحه ونقول له اوكي. دونك هكايا تحصلوا على البياس نتاعنا. يس شو يقعد؟ شو يقعد لونليفمون دو ماتيير، واضح. يقعد لونليفمون دو ماتيير، باش نبداو نخدمو على الفاس هذايا. دونك نجي للفاس هذايا باش نرسم السكتش نتاعي الاولى. دونك السكتش نتاعي باش نرسم ريكتانجل، باش نرسم ريكتانجل. بعديك باش نجي لهنا نرسم ليني دو كونستركسيون هكا، ونجي لهنا نقول له راهو التروا ليني دو ليني هذوما سيمتريك بارابور لي ليني دو كونستركسيون. سي بون، نجي لهنا نقول له ديستونس هذه راهي 34 34، وراي ال وراو الديكالاج ما بين هذه وهذه راهم دوس. دونك الديكالاج راهو دوس. باهي، ونمشي من بعد نقول له اونليف مود ماتير اترافير اول. اوكي نتحصل على البارتي الاولى نتاعي. باهي تو مازال عندي اونليف مود ماتير، باش نختار الفاصل الفوقانية هذيك، نرسم عليها سكتش نتاعي جديد كالعادة. باش ناخو ريكتانجل، ناخو ريكتانجل نتاعي، ناخو ليني دو كونستركسيون اللي نحاول تكون في الميليو. اوكي نجي لهذوما هذوما هذي وهذي، ونقولو راهم سيمتريك. اوكي اوكي مليكلين، نجي نحط ديمونسيون تاع البارتي هذي. دونك نلقاوه انه 18، نلقاوه انه 18 بارابور لهذي. دونك ديكالاج ناخدو 12 بارابور لهذيا. بي دونك اوكي هذي تتحرك، دونك لوجيك وعندو الحق. دونك باش نجي لهنا باش نرسم ان دو كونستركسيون واحدة اخرى ما بين هذي وهذي، وباش نجي للبوان هذيا، باش نجي للبوان هذيا ونجي لهذي ونقولو ردها لبوان ميليو. دونك توتالمون كونترانت. باهي باش نطول في هذي جوست باش كي نعمل اونليف مود ماتير، خاطر ما حشش بيها انا البارتي هذيكا. اونليف مود ماتير اترافير تو في لي ديريكسيون زوز، ونقولو اوكي صار لونليفمون دو ماتير نتاعي. جوست لهنا باش نبدل البروبريتي دو ماس، دونك باش ناخد ايزي 1020 ونشوف الماس نتاعي قداش. دونك الماس نتاعي 2340.37. دونك كانت هذه الفيديو نتاع اليوم. دونك جوست انا حبيت نخدم بسكتش واحد، بسكتش بركة نخدم البوساج والدنيا الكل. راكم في فيديو اخرى.